الابتسامة هي أجمل شيء في الوجود، مفتاح سحري للقلوب ولغة مش محتاجة أبداً لترجمة. الابتسامة حالة بريئة مش مكلفة، علشان كده خلي الابتسامة عنوانك حتى في أسوأ الظروف. مساء الخير وأهلاً بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألواننا الطبيعية. من عناوين حلقتنا النهاردة: رامي وحيد مترو، بطولة جماعية وعودة لأفلام الرعب. أنا لا أتوحد مع العربجية والبلطجية، ما ينفعش. هيام الجباعي سعيدة بمشاركتي في السينما المصرية. بعمل شخصية داليا، هي شخصية معقدة شوية، شخصية سايكو. أبو الليف صوتي للسيسي لأنه رجل المرحلة. سيسي سيسي هو رئيسي. رانيا محمود ياسين، أنا ضيفة شرف في اتهام وأخجل من ألفاظ مسلسل قلوب. ما تقاطع، ما تروحش، عشان أنا كمنتج توصلني رسالة الجمهور أن أنا مش عايزة أتفرج على النوعية دي، كفاية أنا زهقت منها بقى. هنروح لاستعراض سريع لأنشطة الصحف المصرية والعربية، وهنبدأ بجريدة الوفد. تصريح للمخرج خالد يوسف بيقول: مصر والسعودية حجر الزاوية لأمن المنطقة العربية. أكد المخرج خالد يوسف أنه مش بيلعب دور تنفيذي في حملة المشير عبد الفتاح السيسي، لكن هو مستشار ضمن مجموعة استشارية في الحملة، والمجموعة دي بتضم نخبة من المجتمع في السياسة والإعلام والفن. وقال كمان أن تصريح المشير السيسي بأن السعودية هتكون أول دولة عربية يزورها لو فاز في الانتخابات أكبر دليل على إدراكه الكامل والواعي بأهمية السعودية ودورها في الحفاظ على أمن وهيبة المنطقة العربية. من ناحية تانية أكد كمان المخرج خالد يوسف أنه هيستأنف نشاطه الفني وهيرجع للسينما بعد انتهاء انتخابات الرئاسية القادمة. هنروح دلوقتي لجريدة المصري اليوم، ومعانا خبر بيقول: أزمة مادية تهدد الجزء الثاني من فيلم الجزيرة. توقف المخرج شريف عرفة من استكمال تصوير مشاهد في فيلم الجزيرة 2 للفنان أحمد السقا بسبب الأزمة المادية الحقيقة اللي بيواجهها الفيلم. وبدأت الشركة المنتجة في عمل مفاوضات مع أحد المنتجين للمشاركة في إنتاج الفيلم بهدف ضخ سيولة مادية لاستكمال التصوير. من المعروف أن المخرج شريف عرفة انتهى من تصوير 30 دقيقة كاملة من الفيلم، والحقيقة أن أشاد الجميع بالمستوى اللي ظهر عليه المشاهد اللي تم تصويرها. الفيلم تأليف محمد دياب، وبيشارك في البطولة الفنانة هند صبري وخالد صالح وخالد الصاوي ونضال الشافعي. ولسه مع جريدة المصري اليوم، وخبر بيقول: وزراء الإعلام العرب يناقشون غلق بعض الفضائيات. شاركت الدكتورة درية شرف الدين في اجتماعات الدورة العربية الثانية لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر الجامعة العربية. من أهم التوصيات اللي اتفق عليها وزراء الإعلام ضرورة إيجاد آلية لمنع التشويش على الأقمار الصناعية، ووقف بث بعض القنوات الفضائية، والعمل على توجيه خطاب إعلامي عربي موحد. من بوابة أخبار اليوم معانا خبر بيقول بالصور العرض الخاص لفيلم مترو بحضور أبطاله. احتفل مؤخرا الفنان رامي وحيد والفنانة الأردنية هيام الجباعي بالعرض الخاص لفيلمهم الجديد مترو. والفيلم الحقيقة مختلف عن باقي الأفلام اللي موجودة في السوق لأنه من نوعية أفلام الرعب. أكد الفنان رامي وحيد أن الفيلم بيعتبر بطولة جماعية، وبيقدم من خلال الفيلم دور شاب يتعرض لحالة اضطراب نفسي بعد اغتصاب حبيبته. أما الفنانة هيام الجباعي فالحقيقة عربت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في السينما المصرية بعد تقديمها لعدد كبير من الأعمال الأردنية. كاميرا بالألوان الطبيعية حضرت العرض الخاص، والتقينا هناك بأبطال فيلم مترو. تعالوا نشوف هيقولوا لنا إيه عن مشاركتهم وتجربتهم الجديدة. البطولة لكل ممثل، البطولة للمخرج، البطولة للموضوع، البطولة لكل حد تعب، البطولة للأكشن. اللي بيحدد ده كله هو الناس، جودة العمل دي. السينما عمل جماعي، أنا ضد فكرة كلمة البطولة المطلقة،
ويا رب رب ربنا يقدرنا ان احنا الرساله اللي احنا كنا عايزين نقدمها في الفيلم ده تظهر وتظهر بشكل كويس لكل الناس، لانه احنا في ظروف صعبه قوي بيتقال فيها ان الفن المصري رايح في حته سوداء ما بنشوفهاش، بيتقال ان هو ده السائد، وهنسال قدام ربنا قدام كل الناس ان احنا كنا مسؤولين عن ان احنا نشكل ثقافه الشعب ده واحلامه وجدانه، مش بيحلم خالص انه يبقى عرباجي ولا بلطجي ولا 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 بدون ما يكون في مضمون. انا مش ضد العرباجي ولا ضد البلطجي، بس انا ضد البلطجي طبعا، بس مش فكره ان انا ضد النوع ده من الفن، لانه ما بيقدمش مضمون. ايه الرساله اللي انت عايز تقولها؟ انا لا اتوحد مع العربجيه والبلطجيه، ما ينفعش ان انا اقول ان هو ده المثل واسقف له في الاخر، غلط دراميا. بقول ان ربنا يقدرنا على ان نرجع الرومانسيه والحب وتسود، لان احنا شعب بطبعه حنين وعنده مشاعر وقلبه اللي بيحركه، فاذا كنا الحب بيحركنا، الفيلم رومانس، قصه حب ما بين يوسف وداليا، يوسف قلبه اللي بيحركه ومشاعره اللي بتحركه، وبيحلم بانه يهاجر لامريكا ويشتغل هناك لان اخوه بقاله فتره هناك، ونفسه زي اي شاب يسافر يعني يشوف المجتمع الغربي ده عامل ازاي، في نفس الوقت ده بيحب بنت حب مش طبيعي وعلشانها يعني ممكن يعمل اي حاجه. في الوقت اللي قصه حب دي بتوصل للذروه، وفي الوقت اللي اخوه بيقول له قدم ورقك عشان تسافر امريكا انا مستنيك، ده هيوصل معاه لحد فين في مستوى ايمانه بيها وهي متمسكه بيه لحد فين؟ ده اللي هنشوفه في الفيلم. انا عايز اقول مبدئيا ان معانا النجم الاستاذ احمد بدير، ومعانا النجم الاستاذ علاء مرس، وهيام قمر وجميله وعملت اللي عليها في الفيلم على قد ما قدرت، وكل واحد اجتهد عمل عليه. انا عامل اول مره اكشن في السينما بالنسبه لرامي، يعني المماليك خلاص خلص مونتاجه يعني، وان شاء الله في التوزيع بقى دلوقتي شركه الانتاج مع التوزيع هتحدد ميعاد العرض في اقرب وقت ان شاء الله. شوت في اي بي هينزل باذن الله قبل رمضان، يعني احتمال يبقى الايام اللي جايه دي بعد مثلا مترو على طول ينزل شوت في اي بي في التلفزيون. موضوع كوميدي دراما رومانس دمه خفيف جدا، لانه معاه في ناس كلها زي السكر، معاه عمرو عبد العزيز ورندا البحيري واستاذ عبد الله مشرف واستاذ محمد الصاوي ودينا ابو السعود ونوى اسماعيل ورانيا الملاح وناس دمها زي السكر كتير. المسلسل مكتوب حلو دمه خفيف مدته قصيره، مسلسل كله خارجي معمول على البحر شط يعني في اي في. عايزين نروح شويه فكره باي ووتش بس المصري، يعني عملنا ده وقلنا معاني كتير حلوه في المسلسل ده، لانه انا بحب دايما اي حاجه بعملها تكون بتوصل مسج. يعني فيلم مترو هو فيلم مختلف شويه، فيه ساسبنس، فيه رومانسي. بعمل شخصية داليا، هي شخصية معقدة شوية، شخصية سايكو. بالنسبة كعمل هنا أنا حبيت إنه أكون في أول عمل لي في مصر، يعني أعمل حاجة ليها قيمة، يعني فيها تمثيل، في ورق حلو، في كذا. بالنسبة كبطولة أو غيره أنا ما ببصش لعمل إنه بطولة أو كذا، أنا عجبتني شخصية، عجبني دور بعمله. مش عايزة أتكلم على الموضوع ده لأنه ما فيش مصداقية لا بالنسبة لكارت ميموري ولا قضية اكس ولا الانتاج كله، بس كده. والله النهاردة رامي وحيد طبعا فيلم ان شاء الله بإذن الله يبقى فيلم ناجح وتبقى حاجة كويسة جدا على مسار السينما في الفترة اللي جاية، وانا كان لازم ابقى موجود طبعا لان رامي صاحبي ومن زمان بدأنا مع بعض، فبتمنى له يا رب كل خير ان شاء الله. كنت عامل القاصرات في رمضان، وعندي ان شاء الله بنحضر مسلسل 120 حلقة بإذن الله إنتاج إم بي سي، هنخش إن شاء الله تحضيره في شهر 6 ونبدأ إن شاء الله بالعيد بإذن الله. هو مسلسل 120 حلقة معالجة تركي، المسلسل معالجة تركي، تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبو عميرة، وإن شاء الله لسه في البدايات بقى، ما نقدرش نتكلم عنه دلوقتي. فيلم مترو بيقدم فيلم جميل للأسرة المصرية تخش تتفرج عليه، فيلم بيعود بينا للزمن السينما الجميلة اللي ما فيهاش أي حاجة مش كويسة. نتكلم على فيلم عبارة عن في أكشن، في رومانسية، في
في حاجات كتير بنتكلم على فيلم في مجموعه ممثلين الحمد لله تم اختيارهم بعنايه فائقه. الاستاذه هيام جباعي عامله شغل حلو قوي، والفنان رامي وحيد اللي ان شاء الله الفيلم ده هيبقى له بالنسبه له نقله جميله جدا، ومعانا الفنان احمد بدير اللي شرفنا بالعمل معاه، والاستاذ علاء مرسي والاستاذ احمد عبد الحي. معانا مجموعه ممثلين الحمد لله، ومجموعه ممثلين شباب، معانا ضيفة الشرف الفنانة ألفة سكر، معانا مجموعة ناس إن شاء الله، والحدوتة نفسها بتحكي عن حاجة جميلة. في البرومو نازل بتاع الفيلم، نازل على القنوات الفضائية، وفي أغنية الفيلم غناها الفنان مدحت صالح، فيها كل فيها مشاهد من الفيلم كتير، فده قلنا نقدم حاجة جديدة وأفيش يبقى جميل يعني مختلف عن السينما شوية. اتكلم عن قصة حب ما بين طالب وطالبة في الجامعة، وفي احدى الخروجات وهم خارجين بالعربيه بيدخل عليهم مجموعه من الشباب اللي مش كويسين، اللي هم ضاربين حاجات، وبيحصل ان هم بيخطفوها منه وبيحطوا المطوى على رقبه الفنان رامي وحيد، بيحصل عمليه اغتصاب، ونسيب بقيه الحدوته كده عشان ما تتحرقش اللي يدخل دار العرض.